Bonjour mes chers élèves. Alors, dans cette vidéo, on va voir la séquence numéro 1 qui concerne les échanges de gaz respiratoires au niveau des poumons. يعني في هذا المقطع رقم واحد غنتعرفوا على تبادلات الغازات التنفسية أو تنسميوها التبادلات الغازية les échanges respiratoires des gaz au niveau des poumons يعني على مستوى الرئتين. إذن هنايا غنلاحظوا عندي هنايا جو بوز لو بروبليم يعني اطرح المشكل. يعني دائما تيكون عندنا مشكل تيكون تساؤلات او اسئله وكنجاوبوا عليهم بطبيعه الحال يعني من خلال الفهم ديالنا لهاد الدرس هذا. اذا لاحظوا معايا هنايا قال لك شاك جور يعني كل يوم 550 à 600 لتر de dioxygène passe de l'air dans le sang d'un homme au repos. يعني قال لك هنايا تقريبا ما بين 550 حتى 600 لتر من ثنائي الاكسجين ديوكسيجين يعني تمر من الهواء عبر الدم بالنسبه لواحد الانسان في حاله راحه او روبو. طوندي كو بينما 450 à 500 من 450 حتى 500 لتر دو ديوكسيد دو كربون سويف لو تراجي انفيرس. يعني بينما يعني هاد الكميه هادي 450 حتى 500 لتر من ثنائي اكسيد الكربون ديوكسيد دو كربون يعني كتمر في الاتجاه المعاكس اللي مر منه ثنائي الاكسجين. يعني كما لاحظنا هذا هو التبادل الغازي يعني تيوقع يعني او كور دو لانسبيراسيون يعني خلال عمليه الشهيق يعني كيمر من الهواء عبر الدم الاكسجين والعكس عاوتاني من الدم الى الهواء تيمر ثنائي اكسيد الكربون الذي يتم طرحه. اذا عندنا هاد لي كيسيون هادو قال لك كومون دو تيل كونتيتي دو غاز سون تيل ايشانجي اونتر لير اي لو سون. يعني كيف يعني هاد الكميات ديال الغازات اللي هي باش نهضروا هنايا تنهضروا يعني حصريا على ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون يعني سونتيل ايشانجي اونتر لير اي لو سون. يعني كيفاش كتتم هاد التبادلات الغازيه ما بين الهواء والدم. اذا هاد الشيء هو يعني باش نشرحوا الدرس يعني نكونوا عارفين الجواب ديال هاد السؤال. عطيني سؤال ثاني كي لي لو ميكانيزم ديشانج دو غاز او نيفو دي بومو. يعني كيف يعني كيل لو ميكانيزم يعني تنقصدو به الاليه الكيفيه يعني كيفاش كتوقع هاد لي شونج دو غاز على مستوى الرئتان. دونك هنايا لاحظوا معايا عندي لي زوبجيكتيف اتاندغ يعني الاهداف يعني المرغوب او اهداف يعني المسطره اللي خصنا نوصلوا ليها يعني في الدرس هذا. عندي ايدونتيفيي لي كاركتيريستيك دو لا سيرفاس ديشونج او نيفو دي بومو. يعني غنحددو ايدونتيفيي يعني نحدد حدد لي كاركتيريستيك المميزات دو لا سيرفاس ديشونج ديال المميزات ديال هاد سيرفاس ديشونج هي مساحة تبادل او نيفو دي بومو. شنو هي المميزات ديال غنشو نتعرفو على هاد المساحة ديال التبادل اللي على مستواها تيوقع داك التبادل بين الهواء والدم. يعني كيوقع يعني اخذ ثنائي الاكسجين واعطاء يعني ثنائي اكسيد الكربون. يعني هاد المساحة هادي غنتعرفو عليها المميزات وكذلك المميزات ديالها. هنا قال لك اكسبليكي لو ميكانيزم دي زيشانج غازو ريسبيراتوار او نيفو دي زالفيول. يعني فسر او شرح لينا يعني باش ديما باش يقول لك اكسبليكي يعني فسر او شرح يعني شرح لينا هذا لو ميكانيزم هذا ديال لي زيشانج غازو ريسبيراتوار يعني كيفاش كتوقع هاد التبادلات الغازيه التنفسيه على مستوى هاد لي زالفيول. كما قلنا حنا لي زالفيول هما الاصناخ الرئوية. يعني قلنا هاد الهواء كيعبر واحد لو تراجي هو عندنا في هاد الوثيقة هادي كيدوز من الفم او الانف يعني تيدوز عبر هاد لو فارانكس لارانكس لا تراشي لي برونكيول. يعني هاد لي برونكيول ديجا شرحتهم او تنقولو لي برونش
دي جوج القصبات يعني مو هادشي غادي نشرحوه ان شاء الله في لا فيديو هذا، يعني حتى المستوى لي زالفيول، او عندي هنايا لاحظوا معايا عندي لي ساك الفيولي، هاد الاكياس السنخيه تتسمى، يعني فيها هاد لي زالفيول، فيها بزاف ديال لي زالفيول. دونك هنايا غنحاولوا فهاد لا فيديو هادي غادي يعني اللي ديجا كطلبت منكم تعقلوا على لو تراجي دو لير، راه دائما كيتحط في الفروض لو تراجي دو لير، او يقدر يعطيكم الاستاذ هاد الخطاطه هادي وما يعطيكمش هاد الاسماء ويقول لك يعني رومبلير لو شيما، يعني املا هاد الخطاطه هادي خصكم نتوما تعرفوا كل اورغان والاسم ديالو. يعني هنايا كتلاحظوا الهواء، يعني مسار الهواء داخل الجهاز التنفسي. دونك هنايا عندي اكتيفيتي نيميرو 1 او نشاط رقم 1، سيرفاس دي شونج او نيفو دي بومو، يعني مساحة تبادل على مستوى الرئتين. اذا كما كتلاحظوا هنايا عندي هاد الوثيقة هادي، شنو كنلاحظوا؟ يعني هادشي كنا ديجا شفناه في لا فيديو بريسيدونت وشفناه ديجا في لا بروميير اني كوليجيال. دونك عندي بعض الكتب راه كتلقاو فيهم هنا تيدير لك اما ني ولا لي فوس نازال او هذوك الحفار الانفيه، اذا ماشي مشكل. المهم لو ني، عندي هنايا لا بوش، يعني الهواء كيمر من لو ني او لا بوش كيمر. اذا لاحظوا معايا هنا عندي جوج الاسهم، واحد يعني باللي باحمر يعني كيدخل، يعني دائما باش نقول يعني الاحمر يعني تنقصدوا به راه داك الهواء فيه ثنائي الاكسجين، وبالازرق يعني هو تيخرج يعني فيه ثنائي اكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون. اذا عندي تيمر الهواء عبر لو فارانكس لارانكس الحنجره، تيهبط هنايا عبر هاد لا تراشي هادي او الرغامه كتسمى يعني بالعربيه. هنايا هاد لي برونش، يعني عندي جوج قصبات هوائيه، قصبتان هوائيتان تيتسموا دي برونش دووات وعندي برونش غوش. اذا ما ديريناش هنايا ولكن نتوما خصكم تستنتجوها بذاتكم راسكم. اذا هنا برونش دووات كم الرئه دي بومون دووات بومون غوش. اذا عندي هنايا هاد لي برونش هادو حتى هما كيتفرعوا الى دي برونكيول. دي برونكيول هما هادو، هما يعني بحال كما قلت لكم بحال دوك الاغصان ديال الشجره، دونك لي برونكيول. دونك وهاد لي برونكيول بحد ذاتهم كيتفرعوا الى واحد تيتسموا لي ساك الفيولير، هما هادو لي ساك الفيولير. وهاد لي ساك الفيولير كنلقاو فيهم بزاف تاع لي زالفيول. هاد لي ساك الفيولير يعني هما الاكياس السنخيه، او يعني تيسميهم عاوتاني الاكياس الهوائيه، يعني لان فيهم مجموعه بزاف ديال الاصناف الرئويه لي زالفيول. وهذوك لي زالفيول كيكونوا فيهم دوك لي كابيلير سونغاج، الشعيرات الدمويه، يعني على هذا المستوى فين كتم ديك التبادلات الغازيه. دونك هنا عندنا لو كور القلب، وهنا عندي هاد لو ديافراغم اللي كنت قلت لكم هو الحجاب. يعني الحجاب يعني هنايا شنو كنلاحظوا هاد العمليه ديال الحجاب. المهم باش غنساليو هاد لابارتي هاد لو شابيتر كامل غنحاول ندير لكم واحد لا فيديو، يعني يعني فيديو يعني غنسجلو يعني كيفاش يعني الحركات ديال هاد الحجاب، كيفاش كتوقع الرئه اثناء يعني التنفس، شنو تيوقع لها كما شفنا ديجا القفص الصدري ينتفخ واثناء الزفير يعني ترجع للمستوى الطبيعي ديالو اتسيتيرا. دونك هنايا هاد لو ديافراغم هو هاد الحجاب هذا، يعني اثناء الشهيق شنو تيوقع لهاد الحجاب، راه كيهبط تيولي بحال هكا، يعني الشكل ديالو كيتغير لان كتولي هاد الرئه ممتلئه بالهواء، واثناء الزفير كيرجع للمستوى العادي ديالو. هنا اذا هنا قال لك لير انسبيري بينيتر بار لو ني، ودير لك اونتر بارونتيز او لا بوش، يعني الهواء المستنشق يعني بينيتر. بينيتر يعني كنعنيو به يتسلل او يدخل بار لو ني، يعني كيدخل عبر الانف او الفم. كما كتعرفوا راه تنقدروا نتنفسوا بالفم ديالنا او بالانف ديالنا. دونك هنايا ديسون دون لا تراشي، يعني ينزل عبر لا تراشي، هاد الرغامه هادي كتسمى الرغامه، او كاين اللي كيسميها القصبه الهوائيه لا تراشي. بوي ثم عقلوا المصطلحات، بوي هي ثم بينيتر دون شاك بومو، ثم يتسلل او يدخل في شاك بومو، يعني في كل رئه، يعني في رئه يمنى وفي رئه يسرى.
بار اون برونش، يعني كي باش كيدخل هاد الرئة وهاد الرئة فهاد لي برونش هادو، القصبة الهوائية. عندي جوج، عندي برونش دغوات و برونش غوش، يعني جوج ديال القصبات الهوائية. لير اكسبيري يعني او عاوتاني الهواء يعني المطروح اثناء عملية الزفير، يعني شنو تي باركور يعني يتخذ مسار سي فوا اون سونس انفيرس، يعني هاد المسالك او هاد الطرق يعني هاد تي ياخذ المسار العكسي ديال هاد لير انسبيري، يعني الهواء المطروح يعني كيمشي في الاتجاه المعاكس. ها هو كتلاحظوا هنا باللون الازرق، يعني كي ياخذ المسار المعاكس. دونك هذا بالنسبة للوثيقة رقم واحد. بالنسبة للدوكيمون نيميرو دو، لاحظوا معايا هنايا قال لك ان كوب، ان كوب يعني هي واحد المقطع دون ان بومون دو موتون، في واحد الرئة، مقطع اللي رئات يعني واحد الخروف او كبش، مفهوم؟ اذا هنايا خدينا ديك الرئة، يعني لاحظوا معايا قطعوها باش يبان لنا هنايا. اذا كتشوفوا هاد الحفار هادو، هادي هي يعني هادو هما لي برون، لي برونكيول هما هادو، يعني فيها بزاف ديال لي برونكيول، يعني من هنا كيدوز الهواء. يعني وهنايا عندي لا برونش فيها هاد لي برونكيول هادو، مفهوم؟ اذا القصبة الهوائية فيها هاد لي برونكيول هادو. دونك هنا قال لك لو بومون اي كونستيتوي دان تيسو مو سبونجي، يعني هنايا عندي هاد لو بومون، هاد الرئة تتكون كونستيتوي من واحد النسيج مو اسبونجيو. شنو هي مو اسبونجيو؟ يعني داير بحال البونجا، يعني مو بحال تنقولو مبلل، يعني سبونجيو بحال البونجا، راه جايه من لابونج، مفهوم؟ اذا اي دو كولور روز، واللون ديالها يعني كي داير روز وردي. لوسكون كومبريم سو تيسو، يعني باش كنشدو كنضغطو على هاد لو تيسو هذا او هاد الرئه هادي، لان هي عباره عن واحد لو تيسو، اون بو فوار سورتير de minuscules gouttes de sang. كنلاحظوا خروج، on peut voir يعني نستطيع ان نرى de minuscules شي حاجه صغيره. شنو هي؟ هما لي غوت، قطرات صغيره ديالاش، ديال الدم، دو سون. يعني سي سو تيسو اي كومبريمي سو لو، الى ضغطنا على هاد، درنا مثلا هاد الرئه او هاد النسيج اللي سماه هما يعني وسط الماء، درناها في الماء وضغطنا، يعني دي بول، يعني فقاعات الهواء، دي بول دير سون ايشاب، يعني كنلاحظوا يعني فقاعات الهواء. شنو كنستنتجوا هنايا؟ على انه كاين وقتاش يخرجوا لنا الفقاعات باش تيكون الفراغ، يعني هنايا داخل هاد الرئه هادي او هاد لو تيسو هذا راه تيكون عندها فراغ، لو فيد. لو فيد هو اللي كيخلي يعني الهواء، يعني باش كيمثال يعني داك لو فيد، يعني تما فين كيدخل الهواء كيمثال داك لو فيد، مفهوم؟ اذا هذا بالنسبه لهاد لو دوكيمون دو. هادي تقدر حتى يعطيها لكم باغ اكزومبل الاستاذ ديالكم في الكونترول، ويقول لك سمي ليا مثلا هاد جوج، هاد الثقوب هادو اللي كتشوفو هنايا، غتقولوا له لي برونكيول، يعني هما دوك القصيبات الهوائيه. ولا قال لك هادي، غتقول له يعني عندي جوج، عندي لي برونش، القصبتان الهوائيتان هما هادو، يعني هما هادو، وكل قصبة كتفرع دي برونكيول، القصبات قصيبات هوائية. دونك بالنسبة لدوكيمون نيميرو 3، عندي اون كوب دو تيسو بيلمونير هيومان، يعني بالنسبة ل ا، هادي هاد الوثيقة هادي كاملة فيها جوج، فيها الوثيقة فيها يعني الشكل ا والشكل بي. اذا بالنسبة ل ا عندي مقطع ديال هاد النتيج بيلمونير او النسيج الرئوي ديال الانسان. لاحظوا معايا، ها هو عاطينك بحال هكا، يعني هي الرئه، يعني بحال هكا، يعني هنا خداو هذا المقطع يعني بواسطه المجهر. لاحظوا معايا هنايا قال لك شيما انتربريتاتيف، يعني الخطاطه، يعني تنكتبوا شنو لاحظنا باش تشوف في المجهر، يعني كنأولوا النتيجه، يعني كتقول لي يا اودي راه شفت هذه بحال مثلا هذه، راه قال لك هنا هي برونكيول، هي القصيبة الهوائية، مفهوم؟ إذا لاحظوا معايا هنايا عندي الفيول صنخ، يعني هنايا يعني كان انتربريتيو اون انتربريت، يعني كان أولو النتيجة، يعني عندي ساك الفيولير، يعني هذا كيس هوائي، مفهوم؟ إذا كيس صنخي عفوا.
يعني اللي كيحتوي يعني هو اللي كيحتوي على مجموعه من لي زالفيول بولمونير، يعني الاسناخ الرئويه، واخا ما دايرينهاش هنا خصكم تعرفوها. دونك هنايا وهاد الاسناخ، هاد الكيس السنخي او الرئوي، يعني كيكونوا فيه بزاف ديال الشعيرات الدمويه، ها هما لي كابيلير سانغان، مفهوم؟ اذا هادو هما اللي تيكونوا يعني على تنقولوا الدم، يعني هما اللي كيعطيو داك تيدوز داك الدم من تما. على هاد المستوى هذا كيوقع التبادل الغازي، هادو تيكونوا جي هاد الدم هذا تيكون جي من الاعضاء، يعني على مستوى الشعيرات الدمويه، يعني تيجي محمل بكميه كبيره او وفيره من ثاني اكسيد الكربون. وهنا باش كنتنفسوه، يعني هاد هنا تيكون عندنا الهواء ولكن مليء باش ثنائي الاكسجين. على هذا المستوى هذا، هذه المساحه هذه، كيتم التبادل الغازي، يعني هذا الهواء كيعطي، يعني بما ان هنايا يعني غنشوفوا هنايا في لا فيديو بروشين ان شاء الله، يعني واحد المبدا ديال انتشار الغازات. يعني هنا الغاز ديال الاكسجين كاين بزاف، يعني كينتقل يعني الهواء او الغاز من المنطقه اللي فيها ضغط مرتفع الى المنطقه اللي فيها ضغط منخفض. اذا لاحظوا معايا هنايا، باش تيكون عندي الهواء على مستوى هاد لوساك الفيولير مليء بالاكسجين، يعني غاز الاكسجين كاين بزاف، يعني شنو غيدير؟ غينتقل لهنايا لهاد الشعيرات الدمويه اللي ما فيهاش الاكسجين بزاف، دونك غينتقل لهنايا. يعني هاد الدم هذا اللي هي تيمشي، يعني هاد الدم هذا تيتزود ثنائي الاكسجين. وكذلك هاد شنو قلت لكم، هاد كابيلير سونغان فيها ثنائي اكسيد الكربون بزاف، يعني يجي من الاعضاء، يعني تيكون فيه ثاني اكسيد الكربون، الضغط ديالو كيداير مرتفع، يعني غيمشي لهاد المنطقه اللي ما فيهاش ثاني اكسيد الكربون. يعني هذه هي العمليه ديال التبادل الغازي. الا فهمتوا هذه، يعني غتكونوا فهمتوا يعني هاد الدرس هذا يعني بواحد الشكل متميز. اذا لاحظوا معايا، عندي لا باغوا دان الفيول، يعني واحد الجدار ديال هاد الالفيول هذا كيف ما كتشوفوا، يعني هذا هو لا باغوا هذا اللي المساحه ديالو يعني حتى هي كبيره جدا. اذا هنايا لاحظوا معايا، عطينكم هاد المصطلحات، ديما قلت لكم باش تكونوا كتفرجوا في شي فيديو ولا في القسم ولا هادي، ديما تكون عندكم اجندا كتسجلوا فيها المصطلحات، لان المصطلحات هي اللي كتخليكم يعني ضابطين لو كور. اذا هنايا عندي لا تراشي روغاما الفيول سانخ برونش قصبه هوائيه لو فارانكس بلعوم، لارانكس هي الحنجره. وكاين مجموعه من المصطلحات كذلك ذكرتهم، يعني حاولوا تنوطيهم عندكم. اذا وبالتالي لا فيديو ديالنا غتكون سالات، لا تسناو لا فيديو بروشين غنشرحوا فيها هاد لا بارتي هادي بعدا، ولا فيديو اللي موراها غنحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون يعني بسته بهم ان شاء الله. جيسبر كو فوز افي بيان اسيميلي هاد لا بارتي هادي، ولا فيديو بروشين ان شاء الله.